أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. النهاردة جاي أكلمكم عن أفضل 10 ولايات بتقدم خدمات تعليمية في أمريكا، فابقوا معنا. قبل الناس ما بتيجي أمريكا بتسأل على أحسن ولايات بالنسبة للتعليم، النهاردة جايب لكم أفضل 10 ولايات بالنسبة للتعليم في أمريكا، وده من أول سن الحضانة لغاية الهاي سكول، بس مش التعليم العالي لأن التصنيف هيختلف لو دخلنا التعليم العالي. فخليكم معنا وأرجو أن أنتم تستفيدوا من الحلقة في دي. بداية الحلقة أحب أشكر كل المشاركين الجداد في القناة، بشكر الناس اللي علقت على الفيديوهات اللي فاتت، أشكركم شكرا جزيلا. النهاردة جاي أكلمكم عن أفضل الولايات اللي بتقدم خدمات تعليمية جيدة. طبعا الولايات المتحدة كلها بتقدم خدمة تعليمية هايلة، ولكن دول صنفوا أنهم طبقا للإحصائيات أنهم أفضل 10 ولايات في أمريكا بتقدم خدمات تعليمية متميزة. الفيديو ده خد مني وقت طويل جدا 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 على ما لميت المعلومات دي، فأرجو ان انتوا تشاركوا بآرائكم وتسيبوا لايك وكومنت أسفل الفيديو. ولاية فيرجينيا هي رقم 10 او واخد المركز العاشر في الترتيب بتاعنا النهاردة. ولاية فيرجينيا هي معدلات النمو بتاعها كويسة جدا، بتقدم يعني حياة أفضل للمهاجرين، وتقدم حياة أفضل حتى بالنسبة للناس اللي تحب الانتقال إليها والعيش فيها. فيها برضو فرص عمل، وبتتزايد فرص العمل فيها كل سنة. وفيها حاجة تانية كويسة جدا، إن معدلات الجريمة فيها تعتبر منخفضة بالنسبة للولايات الأخرى. برضو فيها خدمات صحية، بيقولوا إنها خدمات صحية هايلة جدا. فيرجينيا طلع الماس سكور بتاعها الخامس على مستوى أمريكا كلها. البري سكول انرولمنت اللي يعني معدل دخول الاولاد الصغيرين البري سكول اللي هو زي الحضانه طلع على 14 على الولايات كلها. الهاي سكول جراديويشن ريت يعني اللي بيتخرجوا من المدارس هم رقم 17 على الولايات المتحده كلها. كوليدج ريدينس طالعين رقم 22 على الولايات، يعني تجهيز الاولاد لمرحله الجامعه. وبعد كده الريدنج سكورز القرايه طالعين 30 على الولايات كلها. تاني ولاية هي ولاية انديانا. ولاية انديانا هي ولاية مشهورة قوي بانها بتفرخ لاعبي كرة السلة في امريكا. والحاجة التانية المهمة جدا بالنسبة لنا انها تعتبر تاني اكبر ولاية لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، وبالتالي بتقدم فرص عمل هايلة جدا. ولاية انديانا الماس سكور طالعين رقم 9 على الولايات المتحدة، ريدنج سكورز طالعين رقم 10، كوليدج ريدينس 13، والهاي سكول جراديويشن ريت طالعين 14، والبري سكول انرولمنت طالعين رقم 43 على الولايات المتحدة. شايف انها متأخرة شوية في ان الناس ما بتدخلش ولادها حضانة زي بقية الولايات. يعني اللي واخده المركز الثامن هي ولاية ويسكونسن. الولاية ديت هي ذا ديري لاند، هم بيسموها كده ذا ديري لاند اوف امريكا او امريكاز ديري لاند. يعني هي مشهورة، بيسموها كده لانها مشهورة قوي بصناعة الالبان وصناعة الجبن، مشهورة قوي في امريكا. وبتقدم برضو خدمات صحية، وبتقدم فرص عمل متزايدة كل سنة. ويسكونسن طالعين في الماس سكورز الرابع، ريدنج سكورز طالعين السادس، الهاي سكول جراديويشن ريت طالعين الثامن، والكوليدج ريدنس طالعين رقم 32. كولورادو ولاية بتشتهر قوي بالاوت دورز اكتيفيتيز، الناس اللي بتحب تعمل هايكنج، فيها فرص عمل متزايدة، وفيها برضو الخدمات التعليمية ممتازة جدا. ولاية كولورادو كوليدج ريدينس طالعين السادس، ريدنج سكورز طالعين السادس، بري سكول انرولمنت 12، ماس سكورز 16، هاي سكول جراديويشن ريت طالعين رقم 44. الولاية اللي بتحتل المركز السادس ولاية الينويز. ولاية الينويز دي برضه فيها صناعة سيارات عالية قوي،
طبعا بتقدم فرص عمل هايلة فيها أندر جراوند، وتعتبر برضو من الولايات اللي هي بتستقبل ناس كتير من المهاجرين لأنها فيها فرص عمل متزايدة. برضو معلومة كده على الماشي، هي برضو يعني أول ماكدونالدز فتح فيها. ولاية إلينوي الكوليج ريدينس تجهيز الكليات طالعين التاني على أمريكا، البري سكول انرولمنت رقم 8، الريدينج سكورز طالعين 13 اللي هو القراية، الماس سكورز طالعين رقم 22، والهاي سكول جراديويشن ريت يعني مع الناس اللي بتتخرج من الهاي سكول طالعين رقم 24 على الولايات المتحدة. ولاية فيرمونت اتصنفت كأحسن الولايات للحياة من CNBC، قالوا عليها انها أحسن مكان للحياة في أمريكا، وبيقولوا انها فيها جبال خضراء حلوة جدا، فيها outdoors، فيها فرص عمل واعدة، فيها خدمات صحية هايلة، وفيها كمان الخدمة التعليمية تعتبر جيدة جدا. ولاية فيرمونت بري سكول انرولمنت رقم 2، ريدنج سكورز الرابع، ماس سكورز الخامس، كوليدج ريدنس رقم 12، والهاي سكول جراديويشن ريت طالعين رقم 29. نيو هامشير بيسموها ذا سويسرلاند اوف امريكا، يعني هي سويسرا امريكا. ولاية رائعة يعني بيتنوع فيها الطبيعة والجبال الرائعة، يعني بيطلق عليها انها جنة محبي الطبيعة، جنة المصورين والفنانين. معدلات الجريمة فيها قليلة جدا، هي ولاية رائعة بكافة المقاييس. يعني نيو هامبشير طلعين الريدينج سكورز طلعين الرابع، الماس سكور الخامس، البري سكول انرولمنت طالعين السابع، كوليدج ريدنس طالعين الثامن، والهاي سكول جراديويشن ريت طالعين رقم 11. ولاية كونيتيكت واخدة المركز الثالث، فيها فرص عمل جيدة، فيها نظام صحي جيد، الجرائم فيها قليلة، لكن الحقيقة مشكلتها في أن أسعارها غالية، يعني تعتبر من الولايات الغالية في أمريكا، الأسعار فيها مرتفعة عن المعدل الطبيعي. كونيتيكت طلع كوليدج ريدينس طلعين الأول على مستوى أمريكا كلها، يعني تجهيز الأولاد للجامعة. عندهم الريدينج سكور طلعين التانيين، البري سكول انرولمنت اللي هو دخول الأولاد الصغيرين المدرسة أو الحضانة طلعين الرقم 3 على الولايات كلها، الماس كورز المعدلات الرياضة أو نتائج الرياضة طالعين 9 على الولايات المتحدة، الهاي سكول جراديويشن ريت طالعين 13 على الولايات المتحدة. في الواقع ماساتشوستس فيها أول حاجات كتير، يعني هي أول ناس عملوا دستور كده في الولاية بتاعتهم، واتخذ منه أجزاء كبير من الدستور الأمريكي اللي يعتبر من أحسن دساتير وأعظم دساتير العالم. برضو اتعمل فيها أول Thanksgiving، اتعمل فيها أول Post Office، برضو اتعمل فيها أول تليفون. ماساتشوستس طلعين في الماس سكور الأوائل على الولايات المتحدة، طلعين في الريدينج سكورز الأوائل، طلعين على الكوليدج ريدينس طلعين رقم 4، طلعين في البري سكول انرولمنت الخامس، وطلعين في الهاي سكول جراديويشن ريت 16، تجهيز الأولاد للجامعة. هنتكلم عن ولاية نيوجيرسي. ولاية نيوجيرسي بقى كلنا عارفينها انها ولاية فيها مصريين كتير جدا وعرب كتير جدا، ولاية سرية بالطبيعة، ولاية فيها شغل كتير، هم تروح هناك هتلاقي ناس كتير تساعدك. مش هقول عليها انها رخيصة، ولكن هي ولاية غالية الحقيقة، بس الحياة فيها متنوعة، فيها بيقول عليها انها فيها حتى اراضي لم تكتشف، يعني فيها اراضي بكر كتير قوي، فيها اللي عايز يحب الطبيعة يروح يصطاد، ممكن يروح يعمل هانتنج يعني يصطاد حيوانات،
ممكن يعني فيها تنوع كبير جدا وفيها تجمعات عربية كتير جدا، فناس كتير بتحبها، وعشان كده هي ولاية مميزة الحقيقة ولها منزلة خاصة بالنسبة للعرب والمصريين بالذات. نيو جيرسي، طالعين في البري سكول انرولمنت الاوائل، الماس سكورز التاني رقم 2 على الولايات المتحدة، الريدنج سكورز طالعين رقم 2، والهاي سكول جراديويشن ريت طالعين رقم 2. ولاية هايلة جدا يعني، يعني الاوائل في انهم يدخلوا اولادهم بري سكول، اعتقد عشان نسبة الاشغال عالية جدا، نسبة الناس اللي شغالة عالية جدا، فبيضطروا يودوا الولاد البري سكول، بالنسبة لهم افضل يعني عشان يقدروا يلاقوا وقت للشغل يعني. اذا وصلتم لهذا الحد من الفيديو لا تنسوا عمل لايك شير، لا تنسوا الاشتراك في القناة. الحلقة دي اخدت وقت طويل جدا، فارجو ترك تعليق حتى لو من كلمة واحدة. اشكركم وارجو تكونوا استفدتم، والقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.